مرحبا، معك أستاذ إيهاب صبرا. أنا بعلم إلكترونيكا موضوع أردوينو. اليوم رح نكمل في المحاضرة تاعتنا في موضوع الأردوينو. رح نوصل اليوم للفصل الثالث. الفصل الثالث بيحكي عن لولاؤت وتيبوسي مشتنين. رح نحكي اليوم أساساً على الأمر فور ورح نحكي على أنواع المشتنين، خاصة رح نختص بالمشتني float والمشتني integer. المشتنين اللي موجودين عندنا هنا هدول هن اللي ممكن نستعملهن، وهن مشتركات. كل المتغيرات اللي هنا مشتركات لبرمجة سي، برمجة سي شارب، كل البرمجات اللي بموضوع اللي ايش اسمه سفاعليت. ايش المقصود بسفاعليت؟ الحواسيب الاولى اول ما برمجوها كان يكتبوا بشيء اسمه صفات ميخونا. صفات ميخونا هي الصفر والواحد، ذكرتها في اللقاء الاول. هاي لغه جدا معقده، جدا طويله، صعب على الانسان يتم يتذكر كل الاوامر كيف هي مكتوبه بالصفر والواحد. فبالتالي عملوا شيء لغه عليا اللي هي سفاعليت، اللي فيها الواحد بيقدر يكتب أمر بلغة إنجليزية، والديباجر والكومبايلر في قلب البرنامج اللي بنكتب فيه هو اللي بحول هاي الأوامر لصفات ميخونة. إحنا لما نيجي نستعمل متغيرات هي إشي كتير كتير أساسي في العمل بالبرمجة. مثلا إذا بدي أعمل معدلات لعلامات الطلاب، فمن البديهي جدا أنا بدي أستقبل من المعلمين علامات، فأنا بحاجة أستعمل متغيرات لحتى بعدين بالتالي أجمعهن أحطهن في متغير رئيسي وها اسمه على عدد العلامات. المتغيرات هي بالضبط زي كيف إذا بتتذكروا وإحنا صغار لما كانوا يقولوا لنا عدوا ونستعمل إيدنا نصير نعد ونحط رقم في راسنا نتذكره اللي بعدين نصير نزيد عليه. أنواع المتغيرات مختلفة، الفرق بيناتهن هو بكبر المتغير أو المحل المخصص للمتغير في قلب الذاكرة في قلب الحاسوب. ليش عم نعمل أكثر من كبر؟ لأنه منحس أنه مضيعة للمحل. إذا أنا بدي أستقبل معلومة رقم بين 0 ل 100 وأحضر لها متغير اللي هو ممكن يستوعب بين أرقام بين 0 ل مليون، هذا بشكل مثال. بس تعال نشوف هنا على أرض الواقع، في عندي متغير من نوع بوليان. بوليان هو ممكن احط فيه واحد بت، يا صفر يا واحد، ترو او فولس، اللي هو باخذ محل لثمان سبيوت ولكن القيمه تعيته هي بتكون يا صفر يا واحد. في عندي متغير من نوع بايت اللي هو 8 بت. للتذكير بت هي منزلي، بايت هو كل 8 منازل مع بعض، هي الوحده تعيتهن بايت. تشار عادة أنا بخزن فيها غاد رموز، كمان هي 8 بت، ممكن أخزن فيها أرقام بين ناقص 128 لزائد 127. في عندي unsigned char اللي هو كمان هو 8 منازل 8 بت، باخد حيز بالذاكرة 1 بايت ولكن بقدر أحط فيه أرقام بين 0 ل 255. فبالتالي أنا باخذ هذا المجال اللي هو من ناقص 128 لزائد 127، بزيحه على المجال من الصفر فصاعدا، وبالتالي بحصل على مجال أكبر في المحور الموجب. المتغير اللي كتير مستعمل وكتير شعبي هو انتجر، اللي هو عبارة عن 2 بايت، ممكن يستوعب أرقام بين ناقص 32,000 و768 لحد زائد 32,767. هذا هو المتغير من نوع انتجر. في الانسايد انتجر على نفس النهج كيف كان الانسايد شار والشار، في عنا الانسايد انتجر والانتجر اللي فيه أنا بستغل المجال الناقص بضمه للمجال الزائد وبصير في عندي مجال مضاعف في مجال الزائد ولكن بخسر الأرقام السالبي. طبعا إذا أنا بعرف أنه في متغير رح يوصل عندي مش ممكن يكون ناقص، مثلا عم نحكي على علامات طلاب، ما في علامات سالبي انما في علامات اللي تبلش من صفر فصاعدا، فانا ممكن استعمل غاد انساين.
في متغير اسمه لونج. إذا أنا متوقع أرقام اللي هي كبيرة، مقاسات عالية تفوت على المتغير، فأنا ممكن أحضر لها متغير اللي هو بأخذ حيز 4 بايت في الذاكرة. السبيوت المنازل هي 32 بت بكون مخصص لهذا المتغير. على نفس النهج في عندي أنساين لونج اللي بستغل المجال الناقص بضمه للمجال الزائد، ساعتها أنا بضاعف المجال الزائد. فلوت كمان هذا هو نوع متغير اللي بأخذ 4 بايت 32 منزلي. الخاص في الفلوت انه بقدر يحتوي على ارقام كسر، عشان هيك انا قلت اكثر ارقام احنا ممكن نستعملها، اكثر انواع تيبوسيه مش ثانيه مستعملات الانتجر للارقام الصحيحه وفلوت للارقام اللي مع كسر. ولكن حبيت أوسع الرقعة وأشرح لكم كل أنواع المشتنيم حتى إذا شفتوها بمحلات تانية تقدروا تتعرفوا عليهم وتعرفوا شو الهدف من كل متغير ومتغير. فهذا القسم الأول تبع المحاضرة اللي هو التعرف على أنواع المتغيرات. يعني بحبك أعطي مثال عادة بالصف، اليوم إذا في مثلا نقطة مي عم تنزل من السقف هيك دلفي، وانا باجي بقول بدي احط لها زي اشي اللي احوى فيه كل المي اللي هو يجمع لي فيه المي للنقطة اللي عم بتنقط، باجي بقول لواحد روح جيب لي علبة لحتى احط المي. اول سؤال بسألياته ايش العلبة اللي بدك اياها، علبة كبيرة علبة صغيرة ولا اجيب برميل كبير؟ فسؤاله لإلي هذا هو بالضبط زي سؤال اي نوع مشتني، اي نوع متغير استعمل في البرنامج اللي عندي. بتأمل انه المثال واضح. اذا عم نحكي على نقطة اللي هي جدا جدا صغيرة فبحاجة بكفيني وعاء صغير، اذا في عندي مي عم تنزل بغزارة فبحاجة انا لوعاء اكبر، ونفس الشيء هنا بالمتغيرات. بدي انتقل للقسم الثاني لهاي المحاضرة، وهذا هو اللي بعتم رح يرافقنا كل الدرس اللي هو اللولقة. اللولقة هي عبارة عن امر اللي بنفع من خلاله اخذ مجموعه اوامر وانا انفذها بشكل دوري ولكن هذا الامر فور هو امر يعني ذكي اللي فيه حسب المبنى تبعه. هات قبل ما بلش نحكي على الامر نفسه نشوف على الترشيم زرما. الترشيم زرما هذا تعال نشوف كيف المنهجيه تبعت الامر فور. بتكون البرنامج شغال بهاي الطريقه، بنوصل ل بتسوع بتوي واحد، في اول اشي امر اولي ينفذ، عادة هو بكون تحديد لمتغير اللي بقول لي اكم من مرة بدي الامر يعود على حاله. من ثم بسأل بشرط بصيغة شرط، هل بحط غاد صيغة شرط وبسأل هل الشرط هذا يتحقق او لا يتحقق. اذا هذا الشرط يتحقق كان، فاذا هو بيعمل سلسله العمليات اللي انا بدي اياها، بيعمل سلسله العمليات اللي بدي اياها وبيعمل بتوي 3. بتوي 3 زي ما شايفينه هنا هو عاده بكون ستيب تساعد خطوه، او بكون عاده بزيد المتغير اللي انا حددته في البدايه في بتوي 1 او تنقيصه او بزيد او بنقص، زي كيف تذكروا كيف بعده لاطلاق صاروخ مثلا للفضاء، ممكن نعد بشكل تصاعدي او نعد بشكل تنازلي. تخيل انه بدي اطلق صاروخ، باجي بقول بدنا نعد من 9 للصفر، فبقول يعني في البدايه بحط رقم في راسي 9، هذا هو بتوي 1، وبنصير نقول هل صار العدد صفر؟ الجواب هل العدد اكبر من صفر؟ فهو نعم، فبقول يلا هات تنقص صار 8، فبرجع كمان دور اطلق، لا برجع بعد بنقص بقول صار 7 لحد ما اصل لصفر وبتم الاطلاق. نرجع هون للترشيم الزرما، فكمان دور بنعمل بتسوع بتوي 1 اللي هو عاده بكون تحديد لمتغير بشكل اولي. من ثم بسال هون اذا في عندي الشرط يتحقق او لا يتحقق. إذا الشرط فعلا تحقق بنفذ العملية اللي أنا بدي إياها،
وبنفذ بتوي ثلاثة اللي عادة بكون هو ستيب يا زائد يا ناقص. وإذا البتوي أخذ فولس لو ساعتها بكمل في البرنامج عادي بيطلع من اللولقة. هون في عنا سدرات هوراقوت وفي أقواس كبيرة، هاي اللي دحكي إسا كمان لقدام رح نستعمله كمان بالإف وكمان بالشرط اللي الشروط اللي رح نتعامل معها في الدرس الجاي. إذا بكون في عندي أمر واحد ما فيش حاجة أستعمل هدول الأقواس الكبار. إذا في عندي الأوامر أكثر من سطر واحد ساعتها بحاجة أنا أعملهن عملية تقطير. تقطير من معنى كلمة إطار، فريمينج، تحوم بالعبراني، اللي أنا بعملهن زي مسجارة من هون لهون. هدول هني السدرات بعلوت اللي بدي أنفذهن بالبرنامج. تعال نشوف مثل هون مثال عيني دوغما. أول شيء بدي أستعمل متغير عرفته من نوع انتجر. انتجر هي أرقام صحيحة. كنت بقدر أختصر وهنا أحط الانتجر في قلب الفور، ولكن أنا فصلتهم لحتى للتسهيل في البداية. عرفت متغير آي من نوع انتجر، وإسا هون بدي أبلش باللولقاء. اللولقاء بتقول فور آي تساوي واحد. هذا الاي تساوي واحد هي الكفعاء الاتحول انيشيلايز. انا بحكي باكثر من لغه لانه اذا بتروحوا بتدوروا في الانترنت مرات بتفوتوا على مقالات بالانجليزي، فمنيح نعرف المصطلحات. مصطلح لغوي انيشيلايز اللي انا بعمل له اتحول من كلمه هتحلا، فانا ما اتحلته ببلش فيه ببدايه اي تساوي واحد وبسال هل اي اصغر او يساوي 10، أصغر أو يساوي 10. إذا نعم أنا بكمل بعمل العملية سدرات هوراقوت وبرجع بزيد الآي، وساعتها الآي بيصير 2. بسأل هل الآي بعده أصغر أو يساوي 10، فالجواب نعم. زي ما شايفين هون نعم، بعمل سدرات البعلوت اللي هون وبرجع بزيد الآي بيصير 3. بتمني أزيد 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 لحد ما يصير عندي هون الآي 10. هل الآي أصغر أو يساوي 10، فبعملها. ولما بكبر بصير 11 بطلع من اللولقاء وبخلص بكمل لهم شيخ التخنيت. ساعتها هنا في عندي عملية اللي بتتنفذ 10 مرات. رح نعمل مع بعض برنامج اللي فيه أوراتس، لمبات اللي بتضوي بشكل تتابعي واحدة وراء الثاني. هذا البرنامج أوراتس ممكن تعملوه عندكم في البيت أو في المختبر. راح أحكي على عدة طرق لبناء الحمرة الهاردوير تبعت البرنامج عن الشكل. أنا بالصدفة عندي هنا في عندي هاردوير اللي هي مبنية، اللي هي عبارة عن لمبات موصولة واحدة حد الثاني، موصولات بأسلاك للكرت. هاي واحدة من الطرق اللي ممكن أعمل فيها أور راتس. في عندي إمكانية تاني زي ما شايفين هنا، في إيش اسمه بار لديم. البار لديم هو عبارة عن 10 لمبات ملزقات حد بعض، بقدر أنا أحطهم في قلب الماتريتسا وهن بيعملوا لي شكل أجمل من إنه أحط 10 لمبات حد بعض. يعني اللي بيعرف ساعات السرعة في السيارة بشوف إنه زي في بار لديم اللي بيعلى وبوطى، أو هيك زي مربعات بتضوي بالشاشة اللي بتعلى وبتوطى. بما إنه عم نحكي على لمبات ليد، فإذا عم نحكي على 10 لديم مرتبين بهاي الطريقة. في هناك إمكانيتين للتوصيل لجراوند من تحت. ممكن أنا أعمل عملية كيتسر عليهم كلياتهن وأوصلها عن طريق مقاومة واحدة للجراوند، أو ممكن أستعمل أريزات نقادين. يعني في عندكم في المدارس لما مرات بتوصوا على عركوت أردوينو، في عركوت اللي بيكون فيها أريزات نقادين أو بار لديم، أو ما بيكونش فيها. إذا ما بيكونش فيها بنستعمل اللمبات العاديات كيف أرجيتكم على الماتريتسا، وإذا كان في عندكم بار لديم فبتستعملوا البار لديم هذا. والمقاومة في إمكانية أعمل كيتسر هون بين كل المقاومات وأحطه للجراوند، هذا اللي بدي أعمله.
كمان شوي لما بدي أعمل الأور راتس، أو الإمكانية الثانية إنه أجيب بار للديم، أجيب أريزات نقديم آسف، اللي هي عبارة عن 10 نقديم موصولين مع بعض حد بعض، في كيتسر معمول بيناتهن وجاهز بنقطة. هاي النقطة هي اللي شايفينها هنا بطرف النقاد، فهاي النقطة بتأرجي الكومون المشوتاف. وهنا في عندي مخارج للنقديم، ساعتها بوصل هاي الوحدة من تحت هنا لهدول النقديم وبدخلها جراوند. هاي إمكانية للتوصيل. تعال نبلش مع بعض نشوف البرنامج الأول تبعنا. هذا اللي أنا حكيته، في عندي هنا 10 لمبات وهدول هن النقاديم اللي ممكن أوصلهن. رح نعمل برنامج اللي أور راتس. هات أشوف الطلبات تعونه. كتوف تخنيت أشير قريمت لهدلكات كل هالديم لمشخ 0.5 شنية ولخبطة كل هالديم لمشخ 50 شنية. قبل ما نبلش في الأور راتس بدي أعمل برنامج بسيط وبعدين أدخل عليه الـ الـ الإضافات للأور راتس. كمان دور، هذه هي صورة الماتريتس اللي أرجتكم إياها قبل شوي. عم نحكي على 10 لمبات، القطب السالب الإجر القصيري اللي هي الناقص كلياتهم موصولين على الخط السالب، طريق مقاومي واصل للجراوند. الهدكيم الزائد هون اللي شايفينهن كلياتهم موصولين للإجرين من 2 لحد 11، من 2 لحد 11 عم نحكي على 10 لمبات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لمبات موصولات من الهدكيم 2 لحد 11. تعال نطلع هون على البرنامج وبدي أبلش أورجيكو قبل الاستراحة كمان دقيقتين، بدي أرجيكو أول أفضلية لاستعمال فور. إحنا عم نستعمل 10 إجرين، العشر إجرين بما إنه هني عم بيعطوا طيار، عم بيعطوا طيار لللمبات، فإذا أكيد أنا بدي أعرفهن كنوع أوتبوت. زي ما بتعرفوا الأمر اللي بخلي الإجر بكرت الأردوينو تكون من نوع أوتبوت هي بين مود، فمن البديهي إنه أستعمل بين مود إجر 2 أوتبوت، بين مود إجر 3 أوتبوت، بين مود إجر 4 أوتبوت. بدي يكون في عندي 10 أسطر. في الماضي أو في الدرس السابق لما كان في عندي 3 لمبات عملت 3 مرات بين مود، إسه عندي 10 لمبات بدي أستعمل 10 مرات بين مود بمساعدة 4 اللي أنا بعمل اتحول initialize لآي تساوي 2. طالما آي أصغر من 12، آي بلس بلس. في عندي هون أمر واحد ففيش حاجة أقواس كبيرة، والبين مود هي أمر واحد تابع للفور. تعال نشوف كترشيم زرما شو بصير هون. منبلش بآي تساوي 2، بين مود بما أنه آي 2 فهون بشكل أوتوماتيكي يعوض 2، فبين مود 2 يعرف كأوتبوت. بعد ما يتم تنفيذ العملية منسأل هل الآي أصغر من 12؟ الجواب نعم، فآي بلس بلس، فبتم عملية تصعيد للآي وبصير 3. بعدين بنعمل كمان دور بين مود 3 من نوع أوتبوت وبنسأل السؤال هل آي أصغر من 12؟ الجواب نعم، فبصير هنا 4. ودواليك بتموا كل هذا الأمر يتنفذ، وهيك أنا بقدر أعمل تعريف لعشر لمبات من نوع أوتبوت بمساعدة سطرين فقط ومش 10 أسطر زي ما عملنا سابقا. رح نطلع إسا على الفرصة على استراحة قصيرة 10 دقائق، وبس نرجع من الاستراحة بكمل معاكم بقية البرنامج. شكرا.
يعطيكم العافية. بدنا نكمل في البرنامج اللي بلشت أشرحه قبل الاستراحة. قبل الاستراحة حكيت إن أنا بقدر أعرف الأوامر بين مود، بدل ما أكتب 10 مرات بين مود لإجر لهديك 2 3 4 لحد 11 بقدر أعملهم بأمر واحد حسب طلب الـ الـ السؤال. هنا أنا لازم أضوي 10 لمبات مع بعض. لحتى أضويهن من قبل كنا نستعمل أمر ديجيتال رايت. بدل ما أستعمل ديجيتال رايت هاي أكتبه 10 مرات لإجر 2 لإجر 3 لإجر 4 لحد 11، نفس الشيء راح أستعمل هنا 4i تساوي 2، i أصغر من 12، i بلس بلس، وهيك أنا بقدر أعمل هذا الأمر 10 مرات من 2 لـ11. مش راح أرجع كيف عملت هنا التهليخ المراحل كلياتها، ولكن نفس المراحل اللي حكيتها فوق هي كمان موجودة هنا. بعد ما ضويتهن فرد دفعة مرة واحدة فبعمل عملية ديلي 500، من ثم بعمل نفس العملية ولكن بدل هاي لو، ساعتها أنا بطفيهن كلياتهن وبستنى نص تاني. سرعة تنفيذ العمليات هنا هي سرعة عالية، عشان هيك أنا بشوفهن مرة واحدة ضوء وبشوفهن مرة واحدة طفو. تعال نشوف هذا البرنامج نطبقه على أرض الواقع. اللي عنده في البيت كارت أردوينو بيقدر يوصل اللمبات كيف موجود هنا بالصورة، يوصل اللمبات ويوصل الأسلاك لكارت الأردوينو، أو إذا حدا ما فيش عنده العركات تبعت الأردوينو بعدها بالمدرسة أو مش موجودة عنده في البيت، ساعتها ممكن يعمل بمساعدة تينكركاد. كمان دور تينكركاد هو برنامج بيعمل هدمية سيمولاتيا لبرامج أردوينو. تعال نفتح هنا create a new circuit. زي ما قلنا هذا البرنامج بحاجة نتسجله بشكل مسبق، أو إذا أنت فايت في حساب جوجل ممكن بشكل أوتوماتيكي تربط الحسابين سوا. رح أطلب هنا كارت أردوينو أو البيسك، فهذا عندي هنا كارت أردوينو. بدي أجيب ماتريتسا بجرها، بحاجة ل 10 لمبات بدي أرتبهن واحدة حد الثاني هنا. انا عم بعمل قدامكم كل المراحل لحتى تفهموا بالضبط، وممكن تركبوها معي وانا عم بحكي بهذا الدرس. نشوف كم لمبة صرنا. اعطاني اللمبة 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هاي اللمبة العاشرة. بحاجة لللمبات هدول أوصلهن مقاومة مشتركة، بدي أجيب مقاومة أوصلها للناقص هون. زي ما أنتم متذكرين هاي اللمبة ألوانها بني أسود أحمر، فعم نحكي على 1 كيلو أوم. أنا هون بدي أحولها لحتى تصير 220. هون بحول وحدة لأوم. بدي أوصل سلك الجراوند من هون لعند المقاومة. بفضل دائما إنه سلك الجراوند يكون أسود، أسهل لي للفحص. هون بس هيك بدي أعطي ملاحظة، بتصير مرات إنه بصير في أخطاء في البرنامج في قلب الأردوينو. مش مشكلة إذا صار في غلط، يعني ممكن أصحه، مش راح هون ولا أي لمبة تحترق ولا شيء. بأرض الواقع لما احنا ننفذها مرات بصير في، إذا بنعمل أخطاء بتحترق لمبة، ولكن مفضل نعمل فحص ديباجينج قبل ما ننزل البرنامج على كرت الأردوينو أو قبل ما نبلش نوصل اللمبات.
فأوصل الجراوند لهون، هدول الأسلاك الصفر مع الصفر كلياتهن، هيك المفروض كلياتهن واصلات. هسه بدي اوصل الاجرين تنين للزائد تبع اللمبه، ثلاثه لللمبه هون، ثمانيه، تسعه، وعشرة، وحدعش. الكود زي ما قلنا بيعطيني هنا كود بلوك، أنا بدي أجرب أحوله ل تكست كونتينيو. هنا بيعطيني بشكل أساسي لمبة البلينك، أنا بعتم بدي أمحاها كلياتها. بدي ارجع على البرنامج هنا، مش راح اكتبه من اول وجديد بما انه انا حكيته وشرحت لكم اياه، راح اعمل كوبي طباعه نسخ، ارجع على البرنامج هنا اعمل بيست في. تعال نبلش ننفذه ونشوف شو بصير معنا. زي ما شايفين كل اللمبات عم بضوا وكل اللمبات عم بطفوا ببلينك، يا كله بضوي يا كله بطفي. فهذا هو المثال اللي أعطيته أنا هنا. كتوف تخنيت قريمت الهدلكات كل هالديم لمشيخ خدسيشنيا بالخبوت كل هالديم لمشيخ خدسيشنيا. إسا بدي أفوت في البرنامج الأساسي لإلي هنا بهذا الدرس، وهو All Rats. هاي الشرح تبع البرنامج، قسمته لعدة مقاطع. بدنا نعمل إسا All Rats. كتوف تخنيت عشر قرمت لأوروت رتسيم كل لد دوليك لمشيخ خدسي شنية ونخبا أز دوليك هالد شلي يدو هاور راتس مهديك تنين عاد هديك 11. بدنا اللمبات تضوي واحدة تلو الأخرى ورا بعض. تعال نرجع على البرنامج ونجرب نعمل فيه تعديلات، أو ممكن أشرح هنا أعمل هون أنسخه. نرجع على البرنامج، بدي أغير أمحى هنا أحط البرنامج القديم. إحنا عم نحكي على نفس الهاردوير نفس اللمبات اللي أنا عملتها بيست. تعال نشوف شو عندنا هنا. انتجر اي عرفت متغير اسمه اي، void setup هذه منطقة اللي فيها أنا بعمل كل التعريفات تنفذ لمرة واحدة. هنا كتبت اللولاء 4 اللي فيها أنا ببلش من رقم i تساوي 2 لحد i تساوي 11، وبعرف فيها الهدكيم pin mode i من نوع output. منيجي على اللوب اللي هي تعود على حالها 4i تساوي 2 i أصغر من 12 i plus plus. بعتم أنا بعمل هنا عملية لولاء ببلش من i تساوي 2 لحد i تساوي 11، ولكن شو بعمل هنا؟ هذا هو الفرق عن البرنامج السابق. digital write i هاي بضوي لمدة نص ثاني وبرجع بطفي، ولما بيجي كمان دور بزيد الاي بصير 3، فبضوي هنا 3 بستنى نص ثاني وبرجع بطفي، برجع بزيد الاي بصير 4 لحد ما يوصل الاي 11. تعال نجرب start simulation، بنشوف انه اللمبات عم بدوي وعم بدوي واحده ورا الثاني، وبعود على حاله كل الوقت بشكل لا نهائي لانه احنا موجودين في قلب لوب. بدي اوقفها، بدنا نجرب نفوت اسا هيك شغلات جديده على هذا البرنامج. بدنا نحل مع بعض اسا بعد ما عملنا هذا السؤال.
بدنا نحل مع بعض ثلاث أسئلة. تعال نبلش بالسؤال الأول. بتأمل نلحق نحلهن الثلاثة في الوقت اللي بقيلنا بعد 10 دقائق للحصة. السؤال 3-3. كتوف تخنيت أشير قريمت لأوروت رتسيم كل لد دوليك لمشخ خطسيش نيا ونخبا أز دوليك هلد شلي يدو هاور رتس مهديك 2 عد 11 بسدر علي وأز خزير بسدر يريد. إيش المقصود؟ إنه بدي الأوراتس يكون يلف من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين كل الوقت. إحنا شو عملنا في التجربة السابقة؟ إحنا جبنا لامبا خليناها تلف من اليمين للشمال وترجع كمان دور من اليمين للشمال وكمان دور من اليمين للشمال. إسا أنا بدي أخليها تروح من اليمين للشمال ومن الشمال ترجع لليمين ومن اليمين للشمال شمال يمين. يعني بعتسم عندي هنا في مش لولقة واحدة، في عندي 2 لولقة، واحدة مسؤولة عن الإزاحة من اليمين للشمال وواحدة من الشمال لليمين، بدها تكون بداون كاونتر. داون كاونتر بعتسم صدر يريد، بدنا نعد بشكل عكسي. تعال نرجع على البرنامج تينكر كاد ونشوف شو عملنا هنا. احنا حطينا زي ما قلنا لامبا، تعال نراجع، بتضوي من تحت لفوق من 2 ل 11 وبترجع كمان دور من 2 ل 11. بدي اوقف هنا هذا الفور كلياته، بدي اكرره كمان دور، بدي اكرره كمان دور ولكن شوي صغير بطريقه مختلفه. بدي اعمل هنا كوبي كنترول سي، انزل واعمل كنترول في، ولكن اللي بده يكون هنا بدي ابلش من الرقم 11. هنا انا بدي ابلش من الرقم 11، هو رقم الأولي تبعي. بس أبلش من رقم 11 بدي أبلش أنزل، والشرط تبعي مش I أصغر من 12 إنما الـ I بده يكون أكبر من، فأي I بده يكون أكبر من أي رقم. بما أنه أنا اللي بدي أوصل له 2 فأنا بحاجة أنه I يكون أكبر من 1. آسف أنا عم ببدل في، ارجع هنا اي قلنا هنا 11 واي بدل ما يكون اصغر من 12 بدياته يكون اكبر من 1، وهنا الاوبراتور مش زائد زائد انما ناقص ناقص. كمان دور انا في الامر الفوقاني ما غيرتش فيه شيء، اي من 2 ل 11 اي بلس بلس بدي اعمل عمليه اضاءه اللمبه اي. وهنا في عندي العمليه الداون كاونتر اللي بدي ابلش من اي 11 كل عود اي اكبر من 1 اي مينوس مينوس. كمان دور بدي اضوي اللمبه وارجع اطفيها. تعال ننفذ الامر هنا ونشوف شو راح يطلع معنا. وقفت معي، ثواني هتاخده من هون. مش عم بشتغل البرنامج، معقول في توصيل انترنت؟ موجود الانترنت؟ هذا سؤال ثلاثي. هتجفوت على عم بجرب افوت على الدوائر الكهربائيه اللي انا حافظها مسبقا. هذا هو الكود.
زي ما شايفين اللمبات عم تنتقل من اليمين لليسار، ومن ثم من اليسار عم ترجع لليمين. هون في عنا مرتين فور، فور للأب كاونت وفور للداون كاونت. تعال نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني كتوف تخنيت شهاور يترحيف في يدحس كيمو بي إيكولايزر شيلها تاكليتون هلد هاريشون يدليك أخركا خشيني أخركا خشليشي هاي فريش رفع شنيا عاد شكولام يدلكو أخركا خيخبي بسيدر يريد. بدي العشر لمبات يضوا بشكل تتابعي واحدة ورا الثاني، ولكن ما يطفوش اللمبات إنما نوصل لوضعية إنه كلها مضويات، بعدين نبلش ننزل لتحت. هذا البرنامج 3.4. تعال نشوف كيف مبنى التخنيت. عندنا void setup منعرف كل الإجرين من نوع output، void loop منبلش من i تساوي 2 لحد i أصغر من 12 رح نضوي اللمبات. زي ما شايفين هنا فش الأمر تبع الطفي، فش الأمر تبع الطفي، إنما هني بس بيضوا. وبعدين بنعمل أمر من 11 لـ 2، والأمر بكون طفي اللمبات كمان مع فرقية 250 ملي سكند اللي هي ربع الثاني. تعال ناخذ هذا البرنامج. ننسخه ونحطه هنا ونجرب نشغله. زي ما شايفين اللمبات كلها قاعدين عم بضوا للآخر وبرجعوا بطفوا. بعرفش قديش واضح عندكم على الشاشة شايفينه، ولكن كل اللمبات من 2 ل 11 وبرجع بضوا وبنزلوا. بدي أوقف هنا السيمولاتيا. تعال نرجع للسؤال الثالث لليوم. اكتوف تخنيت كخشي هاوريه متكنس ومتبرش متبرس عيم هش هيا ربع تاني. زتمرت ندلاك هلد هاريشون فيها احارون احركخ هشيني ولفنيها احارون. هون احنا بدنا نفعل معادلة حساب رياضيات اللي فيها بدي في البداية اضوي اللمبة الاولى والاخيرة، بعدين اللمبتين اللي حدها لجوا، بعدين اللمبات اللي لجوا، بعدين اللمبات اللي لجوا، لحد ما اوصل لللمبة الخامسة والسادسة يضوا سوا، وبعدين بدي ارجع بحذرة للبداية. فهون اللولاء مش رح تكون من 2 ل 11، انما اللولاء بدها تكون من 2 ل 5، ولكن رح يكون في امرين لاضاءة اللمبة. الامر الاول هو رح يكون في هون اوامر 2 لاضاءة اللمبة. الامر الاول هو ديجيتال رايت اي هاي، والامر الثاني 13 ناقص اي رح تضوي هاي. ليش حطيت 13 ناقص 1؟ لانه لما الاي 2 تضوي الهديك 2، انا بدي تضوي اللمبه 11، 11 هي 13 ناقص 2. لما بتكبر الاي بصير 3، 13 ناقص 3 تضوي اللمبه 10. يعني في البدايه بتبلش اللمبه 2 و11 بعدين 3 و10، ولما تصير الاي 4 ساعتها بتضوي اللمبة 9 معاها لحد ما يصيروا باللمبة السادسة. فمن اي تساوي 2 لحد اي اصغر من 7، يعني من 2 ل 6 راح يضوا. وبس تضوي اللمبة طبعا احنا بدنا نطفيهن. بعدين في عند الامر اللي هو بده يرجعهن بشكل انه ينزلوا، صارت الاي ده تنزل بلش من 6 وتنزل لتحت. تعال نشغل البرنامج، بعد لنا دقيقة لهي الحصة. زي ما شايفين بضوا اللمبات على الاطراف، بوصل للنص وبرجعوا للبداية، بتمهن رايحين جايين.
بنقدر نعمل كمان إشي حلو في البيت تعملوه، نأخذ كل البرامج اللي عملناها واحد واثنين وثلاثة ونعمل زي نوع من شكل زيني، زي اللي بنحطها زينة للعيادة المختلفة، بنحطها على الشبابيك أو في البيوت، اللي هي لمبات بتضوي بشكل متغير، في إلها دوال للإضاءة، مرات بضوي من الأول للآخر، مرات من الآخر الأول، مرات بيعملوا عملية بلينك هيف هوف. إذا بنأخذ الخمس أسئلة اللي حطناهن، خذوها وظيفة للبيت، رتبوهن واحدة تحت الثانية وشوفوا راح يطلع منظر حلو لللمبات. هنا زي بعطيكم كمان رمز إنه كل اللمبات الزينة للعيادة اللي بنشتريها هي بيكون فيها تشيب صغير اللي فيه برنامج بيشبه هذا البرنامج اللي بيعمل كل هاي اللي احنا بنشوفها اللمبات كيف بتضوي من الأول للآخر، آخر أول، أو بتصير تعمل بلينك، أو بضوي واحدة واحدة لا. فهيك هيك كشفنا السر تبع زينة العيد. يعطيكم العافية، شكرا لكم.